السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نبص بصة سريعة كده على البرنامج بتاع الـ Prime Numbers. بيقول لك عايز program to read the decimal number and check if it prime for or not، يعني عاوز اليوزر يدخل رقم وعاوز يعرف أو يعرف اليوزر هو الرقم اللي دخله ده prime number ولا مش prime number. وهو كده لو أنت مش فاكر إيه هي الـ Prime Numbers، فهو بيقول لك that can't be exactly divided by any whole number other than itself and one، يعني ما بتقبلش القسمة على أي رقم غير الواحد وغير نفسها، تمام كده؟ طيب احنا لو جينا فكرنا في البرنامج دوت علشان نعمله، ممكن نفكر ازاي؟ هنقول والله لو انا مثلا عندي الاتنين، فهل الاتنين دي برايم نمبرز ولا لا؟ هتقول لي اقسمها كده على الواحد، هتقبل طبعا القسمة على الواحد، طب اقسمها على نفسها، هي الاتنين، هتقبل برضو القسمة على نفسها، تمام؟ طب اقسمها على اي رقم اكبر منها، هتقول لي ما هي اي رقم اكبر منها اكيد مش هتقبل القسمة عليه، لان اتنين على التلاتة هتديك رقم اقل من واحد كسر. واتنين على الأربعة هكذا وهكذا، يعني هي مش بتقبل الاتنين، مش بتقبل القسمة غير على نفسها وعلى الواحد. طب لو جينا للتلاتة هتقول لي ماشي، اتنين على واحد هتقبل طبعا، اتنين على قصدي عفوا معلش تلاتة على واحد هتقبل طبعا، تلاتة على الاتنين مش هتقبل، تلاتة على التلاتة هتقبل، بعد يعني أكتر من كده مش هتقبل، الرقم اللي أكبر من التلاتة بقى مش هتقبل، 3 على 4، 3 على 5 مش هتقبل طبعا اي رقم اكبر منها، فبرضه كده التلاتة هتبقى برايم نمبر. طب تعالى ناخد الاربعة، 4 على الواحد هتقبل، 4 على الاتنين هتقبل، لا يبقى كده تقف بقى، كده تقف، يبقى طالما هي قبلت اسمها على رقم غير نفسها وغير الواحد يبقى هي مش برايم نمبر، يبقى الاربعة دي مش برايم نمبر خالص، تمام كده؟ واكيد زي ما قلت لك لاحظت ملحوظتين هنا، انا هجرب اقسم على الارقام اللي هي من اول الاتنين، لان كده كده هي بتقبل القسم على الواحد، هبدأ اقسم من اول الاتنين، والله ما قبلتش القسمة، طب جرب التلاتة، طب جرب الاربعة وهكذا، لحد لو انت ما لقيتهاش قبلت القسمة على ولا رقم اصغر منها، يعني مثلا لو احنا بنتكلم في رقم 7 جرب تقسمه على الواحد هيقبل طبعا، طب جرب تقسمه على الاتنين مش هيقبل، على التلاتة مش هيقبل، على الاربعة مش هيقبل، على الخمسة مش هيقبل برضه، تمام، على الستة مش هيقبل، على السبعة طبعا هيقبل. فأنا هنا لو تلاحظ جربت أقسمه على كل الأرقام من أول، سيبك من الواحد، من أول الاتنين، من أول الاتنين وما قبلش على القسمة على ولا رقم، يبقى ده على طول برايم نمبر، تمام. طب افرض أنا في النص مثلا وليكن الرقم ده كان 6، جرب تقسمه على الواحد هيقبل، على الاتنين هيقبل، لا وقف لحد هنا، أول ما تلاقي قبل رقم، قبل القسمة على رقم من أول الاتنين، تمام، يبقى أنت كده توقف البرنامج وتقول لي على طول إن ده مش برايم نمبر. لكن في حالة السبعة لما تجرب تقسم على كل الأرقام أو على كذا رقم ومفيش ولا مرة تصادف معاك إن هو قبل القسم على رقم أقل من في كل الأرقام اللي هي أقل من السبعة، فعلى طول ده كده إيه، مش هيبقى ده كده هيبقى برايم نمبر، تمام، زي ما إحنا لسه إيه موضحين من شوية. يبقى باختصار اللي إحنا عاوزين نطلع بيه إن إحنا بنجرب، بنبدأ نقسم من أول الاتنين، لو ما قبلش القسمة من أول الاتنين لحد الرقم اللي قبل الرقم اللي مدخله اليوزر أو اللي قبل السبعة مثلا، يبقى كده على طول ده مش برايم نمبر. طيب لو قبل القسمة في أي رقم من الأرقام اللي هي إيه، على أي رقم من الأرقام اللي هي قبل الرقم اللي مدخله اليوزر أو قبل الستة مثلا، لا يبقى كده لو قبل أي قسمة على أي رقم قبليه يبقى كده على طول ده مش، ده هيبقى مش برايم نمبر، ده نوت برايم نمبر، تمام. فعلشان نعمل حاجة زي كده احنا بنقول هنجرب نقسم على ارقام من اول الاتنين لحد الرقم، لحد قبل الرقم اللي مدخله اليوزر. عشان نعمل عملية زي كده هنستخدم فور لوب، لان احنا كل شوية هنضطر نجيب كاونتر ونقعد نزوده واحد علشان نقسم على رقم جديد، تمام. يبقى احنا كده لو فكرنا في البرنامج هنقول احنا ممكن نعمل فور لوب. الفور لوب دي هتشتغل لحد فين، ايه الشرط بتاعها؟ وليكن لو قلنا الكاونتر بواحد، لو قلنا الكاونتر اسمه اي وهنعمل له مثلا انيشاليزيشن بره وليكن، وهنقول ان هو باتنين زي ما اتفقنا، لان احنا كده كده هو هيقبل القسمة على الواحد، ماشي. فهنقول والله مثلا ايه ان الشرط ده هيكون لما يكون الرقم او الاي اقل من الرقم، هل يساويه؟ لا، ما هو مش لازم يساويه، ما هو كده كده بيقبل القسمة على مين، على نفسه، فاقل من الرقم اللي هيدخله اليوزر، ده الشرط. اعمل بقى طبعا هنعمل انكريمنت بقى وهنخش جوه اللوب بتاعتنا، هنخش جوه اللوب بتاعتنا، تمام. جوه اللوب بتاعتنا هنعمل ايه؟ هتقول لي انت عاوز تعمل ايه؟ انت عاوز لو في اي وقت القسمة انك تقسم الرقم اللي مدخله اليوزر على الكاونتر في اي وقت قبل القسمة، يبقى انت كده البرنامج ده البرنامج ده هيبقى ايه؟ او الرقم ده هيبقى نوت برايم، البرنامج ده هيبقى نوت برايم. طب احنا عشان نميز حاجة زي كده هنعمل ايه؟ هنستخدم فلاجز،
هنستخدم ايه؟ فلاجز. ازاي هنستخدم فلاجز؟ لو تلاحظ انا جوه اللوب رحت قلت ايه؟ قلت لو لقيت ان هو قبل الاسم، يعني الريميندر طلع مفيش ريميندر يعني قبل الاسم، اف ان ده حصل يعني، خلي الفلاج، انا معين فلاج الاول بترو، خلي بقى انت الفلاج دي فولس يعني، وبعد كده اعمل بريك يعني وقف البرنامج او وقف اللوب دي لحد كده. يبقى انا هو كده كل مره هيقعد يقسم الرقم اللي مدخله اليوزر على الكاونتر، في اي وقت لقى ان هو قبل القسمه تمام كده هيروح محول الفلاج ديت لفولس وهيطلع بره اللوب على طول من غير ما يكمل. اول ما يطلع بره اللوب هيسال نفسه كده، هيقول والله لو الفلاج ده بترو زي ما هو، يعني لو الفلاج ما اتغيرش يبقى انت كده ده برايم نمبر. طب هو لو الفلاج ما اتغيرش يبقى يعني ايه اللي حصل؟ لو الفلاج ما اتغيرش يبقى هو ما دخلش جوه الاف دي، ما نفذش الاف دي خالص، يعني ما فيش ولا مره قبل القسمه، فبالتالي طبعا ان ده برايم نمبر. طيب افرض بقى الكلام ده، يعني افرض حصل غير الكلام ده، يعني الفلاج ده ما بقاش بترو، لا ده بقى فولس، ففي الحاله ديت ده نوت برايم نمبر، لان هو لو بقى فولس يبقى هو كده نفذ الاف كونديشن ديت، ومعنى ان هو نفذها يبقى فعلا هو قبل القسمة على رقم، فبالتالي هيبقى نوت برايم نمبر. ماشي، يبقى اختصارا كده احنا عاوزين برنامج نقعد نعمل له كاونتر، والكاونتر دوت يبدأ من الاتنين ويقعد يقسم على الرقم، يقسمه على الكاونتر، ولو قبل لحد قبل يعني لحد قبل الرقم اللي مدخله اليوزر على طول، لو اليوزر مدخل 7 هيقعد يقسم من اول 2 لحد 6 تمام. لو في اي وقت لقى ان القسمة ديت او القسمة بتاعت الرقم اللي مدخله اليوزر على الكاونتر اتقبلت، قبل القسم عليه يعني، فهيروح عامل الفلاج بفولس وهيروح بره اللوب كده، لو لقى ان الفلاج بفولس يقول له لا ده نوت برايم نمبر. ماشي، لكن لو في بعد ما نفذ اللوب وكل مرة ما كانش بيقبل القسمة، فهو مش هيغير حالة الفلاج، فايه فهيخليها بترو زي ما هي. فانا قلت له لو لقيتها انت بترو زي ما هي فايه اطبع لي ان ده ايه برايم نمبر تمام كده. فهي كل القصه بس استخدام الفلاج تمام. وانا هنا عملت بريك علشان يعني اوقف البرنامج، لان مفيش داعي ان هو يجرب تاني، مفيش داعي مثلا انه لو قبل القسمة على رقم وهو ماشي كده يجرب تاني، ما خلاص طالما قبل القسمة على رقم تاني غير نفسه وغير الواحد يبقى كده ايه شكرا، مش هينفع ان هو يبقى برايم نمبر، مش برايم نمبر. حتى برايم نمبر لو عايز ترجع لها يعني هي الاتنين تلاتة خمسة سبعة 11 وهكذا، يعني هتلاقي ان هي ارقام مش بتقبل الاسم على الا على نفسها وعلى الواحد، اي رقم تاني مش هتقبل الاسم عليه. طيب ما تيجي نجرب البرنامج كده، لو احنا شغلنا وبعد كده هو بيقول لي دخل الرقم، فانا قلت له مثلا 9 فقال لي ده نوت برايم نمبر. طيب هو عمل ايه؟ لو جينا كده جبنا الآلة ماشي هقول لك هو عمل ايه. هو كل اللي عمله ان هو بدأ والله يقسم التسعة على الاتنين ما قبلتش تمام. طب التسعة على التلاتة قبلت؟ لا، طالما قبلت التسعة على التلاتة يعني قبلت القسمة على رقم غير نفسها وغير الواحد، نفذ حالة الاف دي عشان هو لقى ان التسعة قبلت القسم على الكاونتر اللي هو حاليا بتلاتة، فراح خلى الفلاج بفولس وبعد كده كسر اللوب او طلع براها وطبع له ان ده ايه نوت برايم نمبر لان هو لقى الفلاج بفولس. طيب تعال نجرب رقم غيره وليكن مثلا رقم 11، قال لي لا ده برايم نمبر. طيب هو ليه قال كده؟ علشان هو جرب يقسم ال 11 على الاثنين ما قبلتش معاه. طيب ال 11 على الثلاثه ما قبلتش، فضل يجرب 11 على 10 مثلا ما قبلتش برضه، فلقى ان هو لحد ما وصل لل 10 ما قبلتش القسمه، فبالتالي حاله الفلاج ما اتغيرتش ولا دخل جوه الاف دي اصلا، الفلاج لسه بترو زي ما هو، فلما لقى الفلاج لسه بترو زي ما هو قال ان ده برايم نمبر. طب حاجه اخيره، ممكن حد يسال نفسه هنا، طب افرض اليوزر ما دخلش لا 3 ولا 5 ولا 10 ولا 20 ولا 11 ولا اي حاجه، ده دخل مثلا رقم 2. لو دخل رقم 2 لو هتلاحظ اللوب اصلا هو مش هيخش اللوب، لان اللوب بتشترط ان هو يكون الاي او الكاونتر اقل من النمبر، والكاونتر انا في البدايه عامله ب2 ماشي، الكاونتر انا عامله ب2. طيب هيجي يقارن هيلاقي ان الكاونتر ب2 والنمبر اللي مدخله اليوزر ب2، فهنا الشرط مش هيتحقق، لان كده الكاونتر مش اقل من النمبر ده بيساويه، وانا هنا مش حاطط التساوي، فعلشان كده هو مش هيخش اللوب اصلا وهيروح على الاف على طول ينفذها، يلاقي ان الفلاج لسه بترو وهينفذه هيقول ده برايم نمبر، وفعلا هي الاثنين برايم نمبر بس. فيعني لو جه في دماغك سؤال الاثنين هنعمل فيها ايه، الاثنين هتخلي اللوب ما تتنفذش اصلا والفلاج قيمته هتفضل بترو، فهيقول له ده برايم نمبر على طول.